في الحديث عن الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة استمرت اليوم في الإعلان عن عدد من عملياتها في ظل حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تخوض اشتباكات من مسافة قريبة جدا في قطاع غزة. هم يتحدثون عن شمالي القطاع. نتحدث عن تصريحات أو بيانات وبلاغات للمقاومة الفلسطينية عن اشتباكات من مسافة صفر في بلوك 2 في وسط مخيم جباليا، وعن تفجير آليات غرب المخيم في منطقة التوام، إضافة إلى الإجهاز على جندي كما قالت كتائب القسام. وفي حي الإسراء غربي المخيم أيضا قالت كتائب القسام إنها استهدفت إحدى الآليات الإسرائيلية. وبالتالي تقدم الساعات يحمل مزيد من الإعلان عن عمليات، وبالتأكيد إذا ما دخل جيش الاحتلال أكثر عمقا باتجاه مخيم جباليا هذا سيعني مزيدا من المواجهات الشرسة والضارية غير المسبوقة في هذا المخيم الذي يعتبر هدف لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة خلال هذه الحرب. وجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يخلف دمارا واسعا وغير مسبوق. المستشفيات لا زالت تعمل لكن بوضع صعب جدا. يتم الارتكاز الآن على مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان. تلقى مدير مستشفى كمال عدوان إخطارا بضرورة الإخلاء، لكنه والطواقم الطبية أصروا على عدم الإخلاء. وبالتالي هناك معركة ضمن معركة جباليا عنوانها إخلاء المستشفيات. في السياق جيش الاحتلال معني بإخلاء المستشفى ويعمق القصف في محيطه منطقتي العلمي ومشروع بيت لاهية. هو يعتقد أي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إخلاء المستشفى خصوصا كمال عدوان سيساهم في تحقيق هدفه المعلن وهو تفريغ شمال قطاع غزة من السكان على الصعيد